لك العامة بيجهلك شو عجيبة غريبة انت يا عمي. صار له معلمك جبران وكلكم يلي جيتوا من بعده من 10 سنين وعدين اللبنانية بالكهرباء 24/24، شو نسيتوا؟ شو الجنس الغريب العجيب؟ يعني والله ما عاد في مجال الواحد منا يسكت او يطنش على يلي عم بيشوفوا من هودي الجماعه يلي مسميين حالهم اصلاح وتغيير. العمى شو هالوقاحه يلي بيتحلوا فيها؟ شيء مش معقول. قال امبارح بعد ما طلعت معه على المنخار للرئيس ميقاتي وقام نشر كتاب موجه له من وزير الطاقه الرقوص وليد فياض، كتبته العبقريه ندى بستاني وشاطبين اسمها وكاتبين اسم فياض بقلم رصاص. معقول استهبالهم هالقد؟ أو إنه فياض وغيره يلي عملوا وزراء هن بالواقع كانوا موظفين عن جبران يلي بعده عم بدير الوزارة مثل ما بده. وقال شو؟ زعلت الست ندى وأخذت الموضوع لمحل ما كان بيسوى أن تاخده لأنه بيتسجل عليها مش معها. قال عم تقول له لمئاتي وين الكهرباء يلي وعدت إنك تجيبها بعد رأس السنة 10 ساعات؟ إيه؟ ولك العمى بجهلك شو عجيبة غريبة أنت يا عمي. صار له معلمك جبران وكلكم يلي جيتوا من بعده من 10 سنين وعدين اللبنانية بالكهرباء 24/24، شو نسيتوا؟ يا ما ما عندك ولا حجة تبرر فشلك وفشل مشروع معلمك ومشروعك بوزارة الطاقة. معقول يعني تضلكم عم تستهبلوا الناس هالقد بالمشبرح؟ مش الحق عليكم، الحق على الشعب العظيم يلي بعده مآمن فيكم وبمشروعكم الخنفشاري يلي وصل البلد على جهنم. استحوا وانضبوا بقى. Thank you.